السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم: سجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و87 قرش، سجل اليورو 18 جنيه 95 قرش، أما الريال السعودي 5 جنيه، أما الدرهم الإماراتي 5 جنيه و14 قرش، الدينار البحريني 50 جنيه، الفرنك السويسري 19 جنيه و21 قرش، الجنيه الاسترليني 22 جنيه و47 قرش، الدينار الأردني 26 جنيه و58 قرش، أما الدينار الكويتي 61 جنيه، الريال العماني 49 جنيه، الريال القطري 5 جنيه و15 قرش. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.